قبل ما نختم تعالوا ناخد شوية أسئلة من السوشيال ميديا لأنه لهم حق علينا. يلا بينا. محمود خليفة فريد شوقي، تحياتي يا كابتن شوبير، أحلى صفقة عملها بيبو حبيبي إعلاميا، ربنا يكرمك يا رب. سؤالي إلى ضيوفك الأعزاء أسامة وفارس، ونحن مقبلين على الجمعة رقم 208 القاضية، ممكن أيهما أكثر تأثيرا وصخبا في تاريخ النادي الأهلي، قاضية الصفاقسي نوفمبر 2006 ولا قضية الزمالك نوفمبر 2020؟ يلا. مع محبتي للتريكة 2020 طبعا، 2020. لأن الآثار السلبية لخسارة بطولة 2020 كانت هتبقى صعبة جدا. 2020 2020 2020 اللي بعد. هاني إدريس، اتفضل يا عم هاني يا جميل. ثلاث أسئلة مشتركة لفارس وأسامة، نبدأ بفارس. إيه المطلوب من إدارة السكاوتنج ولجنة التخطيط في انتقالات يناير القادمة قبل خوض كأس العالم للأندية؟ الإجابات سريعة من فضلك. مطلوب مهاجم في المقام الأول، ومطلوب مدافع محلي في المقام الثاني. طيب أسامة، شايفين الأهلي ممكن يوصل لحد فين في كأس العالم للأندية وفي ظل مشاركة من أقوى أندية العالم؟ والله إحنا دايما كنادي أهلي وجماهيره بنكون طموحين جدا للأقصى درجة، لكن إن شاء الله نتخطى دور المجموعات، لأن بالتأكيد هيكون معانا تقريبا يعني فريق من أوروبا وفريق من أمريكا اللاتينية. تمام. أنا الحقيقة السؤال الثالث يا هاني أنا بعترض عليه، حط التشكيل أفضل للنادي عبر التاريخ، ما ينفعش. دي كانت هتكون مستحيل، كل وقت وليه أدان وليه أوان، ما ينفعش أبداً. يعني أنا مثلاً ممكن ما نحطش كابتن عادل هيكل ولا كابتن عبد الجليل. الفناجيلي إزاي ما يتحطش؟ الفناجيلي ولا طه إسماعيل. ماهر همام. بالظبط. كل جيل وليه فلتاته يا جماعة وليه طبيعته. كنا بنتكلم عن توتو والتيتش و... بالظبط كده، فصعب جداً يا جماعة. اللي بعد. دكتور عادل فتحي العوفي. العوفي، توقعات ضيوف الكرام بشان قرارات لجنه الانضباط التي لم تعلن ولم تطبق، خاصه ان ايقاف امام عاشور تم بدون اي سبب وبلا دليل ولا يجوز الاستئناف عليه لكونه اربع مرات بس. امتى كان امام عاشور؟ مفيش الكلام ده اصلا. لا قصدك هو لو بيتكلم على الجزء الاولاني وعند كابتن شوبير الخبر اليقين. لا هو في بعض التسريبات بتقول ان امام، لكن الكلام ده مش حقيقي. وامام ايقاف امام فين؟ في مباراه الاهلي وبيراميدز، ده كلام البعض سرب المعلومه دي. لا لا طلع مع ايقاف مروان حمدي، عشان ربما انت كاهلاوي يعني تقول طب خلاص مروان ما يتوقفش يعني. لا ما في، لا امام يتوقف ليه يعني؟ ما عملش اي شيء يعني، ما عملش حاجه خالص. امام لو كح هيتوقف يا دكتور عادل، ليه يتوقف ليه؟ لو عمل حاجه غلط يتوقف، لو عمل حاجه صح نقول له برافو عليك. طب اللي بعده بعد الدكتور عادل. ابو انس احمد، مساء الورد على كابتن شوبير وعلى اسامه فارس، بجد انت افضل صفقه للاهلي وقناه الاهلي، والله العظيم ثلاثه قناه الاهلي هي اللي مكسب لاي بني ادم يظهر فيها. سؤالي ليكم، محتاج كام صفقه قبل السفر لكاس العالم للانديه عشان نقدر نوصل لمراحل متقدمه؟ ده رد عليه فارس في اللي فات، نسمع الاجابه من اسامه. انا طبعا محتاج ان انا يكون عندي مهاجم مع اسامه ابو علي، محتاج يكون الوينجات عندي مختلفين عن بيرسي تاو ورضا سليم، محتاج يكون عندي سنتر باك بشكل واضح، ونتمنى الاطمئنان على اشرف داري لان دي نقطه مهمه جدا، محتاج يكون عندي سنتر باك خامس، وايضا لاعب وسط ملعب بامكانيات. ما تجيبش فرقه جديده بالمره بقى. لا بعد اذن حضرتك يعني. لا انا مش بتكلم في يناير، ده بيتكلم في كاس العالم. كاس العالم الانديه 2025. انت بتتكلم وانا بقى. لا مش احنا دماغنا كلها راحت للاتحاد. شفت انا قاري السؤال صح ازاي؟ صح احنا ضعاف في القراءه شويه. ماشي. اللي بعد ام محمد، ده صديقنا على طول، انا ما اعرفش هو واحد ولا واحده بس يعني ده اكيد اكيد ده محمد. ده محمد صح؟ ماشي. مساء الخير للجميع، رايكم حلو قوي السؤال ده في ماتش مصر اليوم وسبب عزوف الجمهور عن الماتشات، بقت حاجه ملفته وتحزن بصراحه، وحسام حسن اشتكى النهارده. نبدا من ان انت تتعامل مع الجمهور ان ده حد بتقدم له نشاط انترتينمنت ترفيهي، تبدا تتعامل مع الجمهور ان ده المستهلك للسلعه بتاعك، حضرتك مش في مجال الصراع ولا المشكله معاه، انت تبدا تشوف ازاي الجمهور يروح، ازاي تخفض له التذاكر، ازاي تعمل له مسابقات وجوائز جوه المباريات، ازاي تحسسه ان هو رايح ياخد اسرته يستمتع في الملعب. عايز اقول لكم يا جماعه، امبارح كانت في ندوه، الاول امبارح ندوه لمحمد صلاح في الشارقه كومبليت. وهو من اكتر الحاجات اللي انا شفته الحقيقه، كان مركز قوي بجو كويس قوي، بس شوفوا الاستقبال عامل ازاي. محمد صلاح بيجي في مصر بيلاقيش 1000 متفرج في المدرجات، وده مش لطيف. اللي بعد. عمرو الباشا، مساء الفل يا باشا. مساء الخير كابتن شوبير، تحياتي الفرسان النادي الاهلي محمد فارس واحمد اسامه، بخصوص الاعلام الرياضي اللي بيظهر على قنوات اخرى والحرب اللي شغاله على النادي الاهلي من كل اتجاه، انتم شايفينها ازاي؟ وهل عندكم حل او دفاع على اللي بيحصل من الاعلام الرياضي؟ اسامه
والله يا كابتن انا شايف ان اسم النادي الاهلي براند بيخلي اي اعلامي يتكلم عن النادي الاهلي سلبا او ايجابا يتشاف. فانا مش هقدر يعني امنع ده، ولكن هقدر يعني اوصي او ابعت رساله دايما بنبعتها من قناه النادي الاهلي للجهات الرقابيه والمجلس الاعلى للاعلام، اي تجاوز او تطاول على اي نادي يتم التعامل معاه بقرارات انضباطيه. بتوحشنا يا اسامه. اللي بعده، السؤال اللي بعده. انت بتبان على هوا يا كابتن. لا بتوحشني. الحاجه نونا، بس هي مكتوب هارونا، ماشي. هل وجود خبير اجنبي للجنه الحكام هيعدل الميله؟ هيساهم، وانا اتمنى بمناسبه السؤال ده اللي انا شايفه مهم جدا في التوقيت ده، تجربه كابتن ياسر عبد الرؤوف كلنا بندعمها. صحيح. ولكن اتمنى ان احنا ما نتعاملش بعقليه المسكنات. ايه ده كابتن ياسر ماشي كويس، طب خلاص سيبه وانسى بقى فكره الخبير الاجنبي. لو مش هتجيب خبير اجنبي يدير، انت ممكن تجيب خبير اجنبي يطور ويحط الخطه اللي اتكلمنا عليها، وان انت تلجا للاتحاد الدولي انك تطور حكامك وتثقفهم. فالخبير الاجنبي مهم حتى بعيدا عن الاداره، مهم في التطوير. ولكن مؤشرات ياسر عبد الرؤوف جيدة جدا الحقيقه، يعني هو حط ثلاث حكام في تقنيه الفيديو، او هيضع ده في المباريات المقبله، بحيث ان يكون في اثنين حكام ساحه وحكم مساعد، ودول ثلاثه يكونوا موجودين رايهم استشاري يستشيروا بعض قبل ما يستدعوا حكم الساحه لتلافي الاخطاء اللي حصلت في مباراه الزمالك والبنك الاهلي. اسامه بشكرك.